مناسبات داري او اي حلقة كلاكا لو ريقايين اقاسمها عسوبة وزارة ماليات ايا اقاسمي وري وزارة تاسي ايا لقو قبته هوتيل امبيريالي مقالة هرقيسا وعانا حفلة تحل وريجينتا وغورينكا هاللاي وزير دولها وزارة ماليات ايا قدوميا هيدا شقالها دولة عثمان سحرديد عداني ايا محمد محل بقره كواسيو سيسبوتي اقاسمي وريكا كلانا سورد ويي سلامه محمد علي وحوي وفنان او كرنيمو يو بروفيشنال من نخلاب ونعكسين وبروفيشنال ورمتي عند وزارة وفقبا حطي عدة شغالية وزارة شوطة مين طبعا اخلاق يو بروفيشنال نمو كل نغمي اسماء قودة هنا وبشطة في عمو وغبطي كدامنا سواء نقانايو اكسواكي اكي اوسيمهين قودة وزارة وحبار الشرع وسهريات وسهرد وين أيوك الشقيين أيها وحنوم علينا يا إنك صوتك قد عقل يا حيد بلنت يا سمس بواتا تيه روي بطنيدة تنواتا سيدي تيه روي قريش وسهرد ما كان جيجري يا وسهرد عندي جيجري وسهرد دي بريكة من ده وحبار الشرع وسهرد أقول هالنات بيسكي وجوه السلامي كيستو دل بدا اقاسمي احيل كيسكو ريتشنا ياي محمد حسن ابراهيم يا سليمان جامع ديرية ايام مضاشا كشاقاي وزارة هدام سيدي الرأي اقاسمي اقود عن كسو ريتشنا يا وزارة حلقة دي بيجيني منو اما اقاسمي اقود وحلقة دي واجبات كدو يا هاي ورورت دخلقة وطوقومي مسلاتة ورورت دخلقة ديالت الميزانية دقارنكا ديشنت السياسة ده لحد ما ليه دكان كا يديار إنت وربحنا تركوا ده بدي عطاها توفي قوة صوتي يهوى كلا بدل الصورة أما بلادنا جدنيا ربحنا سومالي ويسعى محي ويسير مصدر ربات ينقل نقطة جسمه جود وزارة المالية فأنا ما في هاي لا محن جدنيا يمحل كا هو أسطر وكرد له een halka soo noqoto marka soo soo baxa wax ku timaada iskaashi wadajir iyo tash ugu dabeytiina wasiirka wasaaradda maaliyadda mar wasabsam cabdi aadan oo goobta ka hadashay ayaa ka marakacday shaqadii uu qabtay agaasimihii hore ee wasaaradda maaliyadda saleeman jaamac diiriye intaa kadibna wasiirka ayaa labada agaasime xilka u kala wareejisay waxayna goobta ka sheegtay wasiirku sida tan waxaan leeyahay labada agaasime midna wuxuu iga shaqeynayay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare midna imika iyo wasaaradda shuubiga ay ila shaqeynayeen laba nin oo mudan weeyaan iyo magaasimeyaal guud noqda oo labaduba shaqadaday yihiin labaduba ay yihiin daacad labaduba meesha loo igmado ay ka soo bixi karaan ay shaqaalaha la shaqayn karaan ay heedaha jiimka la shaqayn karaan ay xeed waxa ugu muhiimaa oo magaasimo ka shaqeeya waxa weeyaan inuu shuruudda ku shaqeeyo ay sharciga yimkan ku bedelay aniga sharciga waxa kale igu keenay haddaynaan sharciga ilaalin waxa weeyaan qofka diimihiisu uu dhacayo باتري كوسار محمود تلفيشك عالمي جايستار هرقيزا